روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. الحقيقة اتكلمنا في الحلقة الأولى عن ربيع بن خثيم، والحلقة الثانية عن عروة بن الزبير، والنهاردة مفاجأة جميلة وقصة جميلة جدا أنا عن نفسي بتأثر بها جدا، بتحسس الإنسان قد إيه إن هو يا جماعة كل ما يكون قريب من ربنا وقريب من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في اللحظة دي فعلا بيكون ولي من أولياء الله اللي ربنا قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء المولى عز وجل ربنا ما سمهمش بأسمائهم، لكن ذكرهم بصفاتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا وإنت نقدر نكون أولياء، وإنت ممكن تكوني من الأولياء. إذن المسألة محتاجة قرب من ربنا، إيمانيات، طاعة لله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء. أنا فاعل ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، مثال النهاردة وقصة النهاردة مثال للموضوع ده. إنسان فعلا من أولياء الله، إنسان وصل لمرحلة من العبودية ومن القرب من ربنا، إنه فعلا انطبق عليه قول المولى عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حضرتك عمرك تخيلت مرة إن إنسان فعلا يكون في معية ربنا لدرجة إن لو كاد له الشرق أو الغرب ربنا هو اللي هيدافع عنه سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض؟ أيها، هو ده الشخصية اللي احنا هنلتقي بها الليلة دي مع أبو مسلم الخولاني أو الخولاني. هنقولها بالتيسير كده عشان الناس تقدر تحفظه: أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني من التابعين المخضرمين يا جماعة، ده كان عايش في زمن النبي وأسلم في زمن النبي، لكن ما شافش النبي. وتعرفين ان شروط الصحبة عشان نقول فلان ده صحابي لازم يكون آمن وقابل النبي ولو لدقيقة واحدة كده، وآمن وظل على إيمانه حتى الموت، ده يعتبر صحابي حتى لو ما شافش النبي إلا مرة واحدة، بس يكون مؤمن. فأبو مسلم الخولاني كان عايش في اليمن وسمع بمبعث النبي، وبدأ يسمع الناس اللي بتروح وتسلم وترجع وتحكي له وتقول له: القرآن هو والسنة هي والنبي قال كذا ومواصفات النبي كذا وأخلاقه كذا. حب النبي قوي، وحقيقي النبي يتحب صلى الله عليه وسلم، فسمع عن النبي وسمع عن القرآن والسنة فأسلم أبو مسلم الخولاني، لكنه لم يدرك النبي فكان من التابعين المخضرمين. حبه للطاعة وللعبادة ده جزء من حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي. ما دمت بحب ربنا يبقى لازم أطيعه، ما دمت بحب ربنا يبقى لازم أتجنب معصيته، ما دمت بحب النبي يبقى لازم أتبعه. فالأصل هو المحبة وتندرج تحتها كل حاجة، وما دمت بحب حد فلازم أسمع كلامه. فما ظنك إذا كان اللي بتطيعه هو الله فاطر السماوات والأرض، حبيبنا وأحب، يعني مش عارف أقول إيه، الحب الأكبر في قلوبنا هو لله سبحانه وتعالى. فكان أبو مسلم الخولاني كان بيصلي كتير جدا ويصوم كتير جدا ويذكر ربنا كتير جدا ويقرأ قرآن كتير جدا، لدرجة أنه لما كان يحس بشيء من الفطور أو التعب أو الكسل في أي ليلة من الليالي كان عنده يعني بيسموه إيه، عصاية، يعني حاجة كده مؤدب، يعني كان عنده عصاية، كان أول ما يحس أنه مش قادر يكمل قيام الليل يمسك العصاية ويضرب في رجليه ويضرب في جسمه ويؤدب نفسه، ويقول كلمة عجيبة قوي حفظها لنا أهل السير وعرفنا الكلمة دي وتعجبنا قوي لما قريناها. كان بيقول إيه أبو مسلم الخولاني؟ كان بيقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. بيقول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين ان هم هيستأثروا هم لوحدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ابدا، احنا كمان هنزاحمهم على حب النبي والقرب من النبي وان احنا نكون قريبين منه عند الحوض صلى الله عليه وسلم، حتى يعلموا ويتأكدوا ان هم خلفوا خلفهم رجالا، خلفوا وربوا وعلموا
وسابوا رجالة شايلين هم الدين ده وبيحبوا ربنا وبيحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لما حد يلوم أبو مسلم الخولاني يقول له أنت بتتعب نفسك أو كده ليه وبتشق على نفسك في العبادة والصيام والصلاة والذكر والقرآن، فكان يديله مثل حلو قوي اللي هو مثل سباق الخيل. أنت عارف أن الخيل لما بيكون داخلين سباق يفضلوا يجروا وده يسبق شوية وده يسبق شوية، لكن لما يكون فاضل خلاص 100 متر أو 150 متر اللي هي آخر مرحلة في السباق، فالخيل بتطلع أكبر قدر وطاقة عندها علشان هي ديت آخر مرحلة. فكان يقول لهم فأنا بعتبر نفسي في آخر مرحلة للسباق، فبطلع أقصى ما عندي عشان أفوز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ده كان عنوان حياته، إنه كان دايما يتسابق إلى كل طاعة. تعال نشوف القصة الكبيرة بتاعت أبو مسلم الخولاني اللي اشتهر بيها، وكانت قصة عجيبة جدا، قصته مع الساحر القبيح الأسود العنسي. الأسود العنسي ده هو أصلا كان مسلم، لكن وكان عايش في اليمن، وشاع خبر ان النبي في لحظات حياته الأخيرة ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، وصل الخبر للأسود العنسي ولبعض الناس أصحاب القلوب المريضة، فارتد الأسود العنسي وادعى النبوة. يعني مش ارتد وبس، كفر رجع عن الدين الإسلام وارتد الأسود، وقال لهم يعني ما دام النبي خلاص قرب يموت خلاص أنا بقى نبي هذا الزمان. وتخيل ان في ناس صدقته وفي ناس اتبعته كتير جدا، وده مش غريب اذا كان اصلا في عصرنا الحديث، زي ما انت شايف الفكر البهائيين اللي بيعتقد ان هو اله من دون الله، وزي ما قلنا قبل كده برضو ان احد مشايخنا بيقول مره كنت معدي، الكلام ده كان اظن في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات لا اذكر، بيقول كنت معدي من قدام اسم من اقسام الشرطه، فلقيت واحد مسكينه وعاملين عليه حراسه مشدده، فبقول لهم مين ده؟ قالوا له ده واحد بيدعي ان هو الله. قال لهم طب ومين اللي وراه ده؟ قالوا ده الرسول اللي ارسله. فقال لهم طب ومين اللي وراه؟ دول مجموعه كبيره من الناس. قالوا دول اللي امنوا بيه. تخيل واحد قال انا ربنا وناس امنت بيه. فلكل ساقطه لاقطه. وانتم عارفين يا جماعه الخير ان النهارده الكره الارضيه 6 مليار وشويه، منهم 5 مليار يكفرون بالله، منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد تمثال بوزة ومنهم من يعبد، يعني انتوا عارفين ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين موحدين، نعمة والله لو سجدنا لله من الآن إلى قيام الساعة ما كانت توفي حق هذه النعمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ارتد الأسود العنسي في اليمن وزعم أنه نبي مرسل، وكان رجل قوي البنية، وكان عنده إتقان شديد جدا للشعوذة والدجل والكهانة، كان متقن الحاد في الجاهلية حتى قبل أن يسلم وقبل أن يرتد، وكان فصيح اللسان، وكان لما يخرج للناس يا جماعة من بيته كان دايما يلبس قناع أسود عشان يحيط نفسه كده بهالة كده من الايه من 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 الغموض. انت عارف حضرتك لما يكون واحد لابس قناع اسود تشعر بغموض شديد جدا لهذا الانسان، تحس انه شخصيه كده ايه حاجه عايز تعرف ايه ده بالظبط. فهو كان دايما يخرج للناس بقناع اسود، وكان بيدعي علم الغيب، وكان بيستميل اشراف الناس بفلوسه زي الانتخابات كده، كان اي حد يعوز يستميله يقوم جايب ايه مثلا عارف ان القبيله الفلانيه دي فيها مين الكبار بتوعهم فلان وفلان وفلان، يقوم جايبهم دافع لهم فلوس عشان هم يقنعوا الناس اللي موجودين في القبيله ان هم يؤمنوا بالاسود العنسي. واللي ساعده على انتشار دعوته القبيحه ديت حاجتين، جهل الناس، كان الجهل منتشر جدا في هذه الاماكن، والحاجه الثانيه ان هو كان من قبيله من اقوى قبائل اليمن، كانت أكبر قبيلة في اليمن القبيلة بتاعت الأسود العنسي، وكان بيعمل حاجات عجيبة جدا، كان بيزعم إن في ملك بينزل عليه من السماء بالوحي، ويعني وزعم إن هو معاه قرآن وإن هو نبي وخلاص، يعني المسألة بالنسبة له استوت على الآخر يعني. وكان بيعمل حاجة غريبة قوي، كان يجيب بعض الجواسيس اللي شغالين معاه ويخليهم ينزلوا وسط الناس ويبتدوا يعرفوا أسرار الناس وييجوا يحكوها
للأسود العنسي. فلما يجي واحد يخش على الأسود العنسي يقول له مش أنت فلان، مش كان عندك مشكلة كذا وظروفك كذا واتجوزت فلانة وطلقت فلانة وخلفت كذا؟ فالناس اقتنعت إن هو فعلا بيعلم علم الغيب، مع إن هو ما يعرفش أي حاجة خالص، بس هي كانت أخبار بتتحكي له من العيون والجواسيس بتوعه. وقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الدعوة بتاعته إن فعلا انتشرت ووصلت ما بين حضرموت والطائف وما بين البحرين وعدن، يعني شملت منطقة كبيرة جدا وبقت فتنة كبيرة جدا جدا. وبعد ما دانت له كل البلاد ديت وآمنت فعلا إن الأسود العنسي ده نبي خلاص، بدأ يتتبع الناس اللي بتعارضه، الناس اللي بتقول لا ده مش نبي ده كذاب، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، إزاي يكون في واحد بيقول أنا نبي؟ فبدأ يتتبع المعارضين دولت ويؤذيهم ويعذبهم وأحيانا يقتلهم. كان من أشد المعارضين للأسود العنسي كان ضيفنا العزيز أبو مسلم الخولاني، راح بعت له الأسود العنسي وجابه وجاب الناس كلهم عشان يشهدوا مقتل أبي مسلم الخولاني. وأمر الجنود بتوعه والناس اللي حواليه يجمعوا حطب ويجمعوا خشب كتير جدا ويؤججوا فيه نار، أشعلوا نار كبيرة جدا لدرجة أن الطير كانت تمشي في السماء كده تسقط بسبب لهيب النار اللي كان عاملينه لأبي مسلم الخولاني. وراح جايبه الأسود العنسي وقال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ شوف بقى الحوار بقى لدار ما بينهم عامل إزاي. قال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال طبعا أشهد. قال له وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. أنا مش سامع يعني، واخد بال حضرتك؟ فراح عيد عليه تاني وتالت ورابع، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال طبعا أشهد. أجل طبعا أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. قال خلاص إذا أقذفك في النار. قال إذا لو فعلت ذلك اتقيت أنا، خد بالك، بهذه النار نارا وقودها الناس والحجارة. انت لو رميتني في النار وانا على ايماني وتوحيدي ده ان شاء الله النار دي هتكون وقاية ليا من ان انا اترمي في نار جهنم يوم القيامة. وبالفعل حطوه في مخلاة حاجة كده زي حاجة ترميه يعني على النار على طول، ونسفوه في النار. ونزل ابو مسلم الخولاني في النار وايديه مربوطة ورجليه مربوطة وجسمه كله متربط بالحبال عشان ما يهربش، وترمى أبو مسلم الخولاني في النار. نفس الموقف اللي حصل لخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما جاله جبريل عليه السلام، جبريل ملك عظيم أمير الملائكة وأمين الوحي، يقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. نفس الكلمة اللي قالها إبراهيم عليه السلام قالها أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة، وهو بيترمي في النار كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويترمي في النار، نار كبيرة قوي، والناس حزينة لأنه ده كان رجل عابد وعالم وكان رجل من خيرة علماء اليمن، والناس واقفة قلوبها بتتقطع على أبي مسلم الخولاني، خايفين ليتقتل فعلا وحزنانين عليه حزن لا تتخيله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن النار تخبو شيئا فشيئا فشيئا، تبتدي النار تخمد واللهيب بتاعها يقل لحد ما خلاص النار شبه أصبحت جمر. وإذا بهم يجدون أبا مسلم الخولاني في مشهد عجيب جدا. ايه اللي حصل يا جماعه الخير؟ مفيش حاجه حصلت له بالمره سوى ان القيود اللي كان مربوط بها ايديه ورجليه اتفكت، وهو ماشي برجليه على جمر النار لا يشعر باي شيء، وداخل على الاسود العنسي هذا الطاغيه اللي ادعى ان هو نبي اخر الزمان بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان ساحرا شريرا و الى غير ذلك. فلما اقترب منه أبو مسلم الخولاني فزع الأسود العنسي وخاف وهرب. راحوا الحاشية بتوعه قالوا له اوعى تسيبه هنا،
لأنه ممكن يفتن الناس ويخليهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ديانتك بتاعت الأسود العنسي. فأمره بالرحيل من بلاد اليمن. أبو مسلم الخولاني فرح إن اكتفى الأمر على إن هو يقول له ارحل مع السلامة، ومشي أبو مسلم الخولاني. يا ترى هيروح فين؟ طبعا على أحب مكان إلى قلبه، إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لحد اللحظة دي يا جماعة الخير أبو مسلم الخولاني ما يعرفش إن النبي مات صلى الله عليه وسلم، ورايح وهو بيبكي وفرحان وكل شوق. تخيل حضرتك الناس البسطاء الجمال، الناس أمهاتنا الكبار وأبائنا الكبار والناس الكبار في السن، لما حد فيهم بيطلع كده عمره ورايح ويقول لك أنا مشتاق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورايح فرحان جدا رغم أنه مش هيشوف النبي، لكن مجرد إحساسه بفرحته أنه رايح مسجد النبي والمكان اللي اتدفن فيه النبي حاسس بفرحة. فتخيل بقى فرحة أبو مسلم الخولاني وهو رايح وكله أمل في أنه يشوف النبي وياخده في حضنه ويقول له يا رسول الله آمنت بك يا رسول الله، فيبقى في الوقت ده بقى صحابي. كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين، كالملائك في السماء مطهرين روائع. ويدخل أبو مسلم الخولاني مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويوصلوا الخبر المؤلم. أين رسول الله؟ بيسأل الناس اللي هناك فين الرسول عليه الصلاة والسلام، فلقى الناس اللي بيكلمهم بيبكوا وما بيردوش عليه. سأل واحد الثاني الثالث الرابع، في يا جماعة أين رسول الله؟ الكل يسمعه ويبكي. حد ما واحد منهم تمالك نفسه وقال له مات رسول الله منذ أيام صلى الله عليه وسلم. حط نفسك بقى مكان أبو مسلم الخولاني. لما كنا بنقرأ في سير الأئمة الكبار يقول لك فلان الفلاني راح يطلب العلم على يد العالم الفلاني، ولما وصل وهو ماشي مسافر لمدة 3-4 شهور، وأول ما وصل علم إن العالم دوت مات منذ أيام. يا على البكاء والحسرة اللي كانت تيجي في قلبه. فتخيل الحسرة والألم اللي جم في قلب أبو مسلم الخولاني لما عرف إن النبي ميت منذ أيام، من أيام. يعني لو كان عجل قبلها بشهر كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن وراح داخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله، ودخل على الروضة وصلى ركعتين وجالس بيبكي وحزين جدا إن النبي مات. فجأة لقى واحد بيحط إيده على كتفه وبيطبطب عليه وبيقول له من أي بلد أنت؟ منين؟ فقال له من اليمن. فقال له ما فعل الله بصاحبنا الذي ألقي في النار، اللي هو أبو مسلم الخولاني. قال له هو بخير ونعمة. فقال له بالله عليك أنشدك الله، ألست أنت؟ قال بلى. مين اللي كان بيسأله ومين اللي كان حاطط إيده على كتفه؟ عمر بن الخطاب. والكلام ده طبعا كان في عهد خلافة أبي بكر الصديق، لأن النبي لسه ميت وأبو بكر بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. فبكى عمر وقال الحمد لله، الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. يا سلام. وبكى عمر بن الخطاب، وبعدين راح باصص له كده عشان يطمنه. ما هو طبعا يعني ابو مسلم الخولاني حزين جدا على ان الاسود العنسي استولى على اماكن كتير جدا واقنعهم بدعوته. فقال له عمر بن الخطاب اتدري ما فعل الله بعدو الله الاسود العنسي؟ فقال كلا، لا ما اعرفش. قال قتله الله، قتله الله على أيدي البقية الباقية من المؤمنين. الناس اللي أمنوا هناك وشافوا الآية العظيمة ديت ونجاتك من النار، والناس اللي أمنت ورجعت مرة تاني للإسلام، هم اللي راحوا قتلوا الأسود العنسي، ورد الله أتباعه إلى دين الله جل وعلا مرة أخرى. يعني كل اللي أمنوا بالأسود العنسي إن هو نبي، لما شافوا هذه الآية
ونجاة أبي مسلم الخولاني من النار، وشافوا قد إيه عجز هذا الإنسان اللي هو الأسود العنسي، وعرفوا إن هو ساحر كذاب. رجعوا مرة تانية، بعد ما كانوا مرتدين رجعوا مرة تانية إلى حظيرة الإسلام، وأصبحوا فعلا مؤمنين بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب في اللحظة ديت من فرحته بقدوم أبي مسلم الخولاني راح واخده ورايح لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ بقى يقول له احكي لأبي بكر القصة بتاعتك مع الأسود العنسي. وقعد أبو مسلم الخولاني يحكي القصة بتاعته لأبي بكر الصديق، وأبو بكر يسمع ويبكي من شدة الفرح رضي الله عنه وأرضاه. أبو مسلم الخولاني عاش زمان طويل جدا في المدينة المنورة، لزم خلالها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بقى علم كبير جدا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده يا جماعة كانت جيوش المسلمين بفضل الله انتصرت انتصارات عظيمة جدا في بلاد الفرس، وأسقطت عروش كسرى، ومات أبو بكر. فحزن أبو مسلم الخولاني وتولى الخلافة عمر بن الخطاب، وأصبح أميرا على المؤمنين، وتوسعت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب في بلاد الشام وفي أماكن أخرى. فأراد أبو مسلم الخولاني أن يساهم في الجهاد في سبيل الله، فذهب إلى بلاد الشام ليشهد تلك الفتوحات التي انتصر فيها المسلمون على الروم. ويمتد العمر بأبي مسلم الخولاني، يموت عمر بن الخطاب ويتولى الخلافة عثمان بن عفان، ويموت عثمان بن عفان ويجي علي بن أبي طالب، ويمتد العمر بأبي مسلم الخولاني لحد عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وكان لي مواقف جميلة جدا مع معاوية بن أبي سفيان، كان من ضمن المواقف موقفين في غاية الروعة. دخل عليه في مرة فبيسلم عليه، بدل ما يقول له السلام عليك أيها الأمير، فدخل عليه فيقول له السلام عليك أيها الأجير. فالناس بيقولوا لا قل له أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير. فمعاوية بن أبي سفيان قال هو أعلم بما يقول، تكلم يا أبا مسلم. فراح مديله مثل جميل قوي، حب يعرفه أن أنت مش عشان أنت أمير المؤمنين أن أنت تفتخر بهذه الإمرة وتنسى أن أنت أجير. أنت أجير عند المسلمين، اتعينت في المنصب ده عشان تخدم الناس وعشان تقربهم من ربنا وعشان تقضي مصالحهم عشان تحكم ما بينهم بالعدل، فأنت مثلك مثل الأجير، لو أديت الأمانة كما أرادها الله عز وجل ستؤجر على هذا الخير، وإن لم تؤدي الأمانة ستلقى العقاب الأليم بين يدي الله. فقال له معاوية بن أبو سفيان جزاك الله عنا خيرا يا أبا مسلم، فما علمناك إلا ناصحا لله ورسوله ولعامة المسلمين. في يوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان يعني أخر العطاء بتاع المسلمين، العطاء ده يعني كان مرتبات ثابتة بتطلع لكل المسلمين من بيت مال المسلمين. فمعاوية بن أبي سفيان أخر العطاء في شهر من الشهور، والناس اشتكت. فأبو مسلم الخولاني لقى معاوية بن أبي سفيان حب أنه يخطب في الناس ويتكلم في بعض الأمور، فأول ما طلع على المنبر وإذا بأبو مسلم الخولاني بيكلم معاوية بن أبي سفيان بكل شدة، بيقول له يا معاوية لماذا تأخرت الأول، لماذا أخرت العطاء عن المسلمين؟ فهو ليس من كدك ولا من كد أبيك، أنت بتأخر الفلوس دي ليه؟ هو ليس من كدك وليس من كد أبيك، فادفع هذه الأموال للمسلمين. معاوية بن أبي سفيان غضب جدا ووشه أحمر، وراح نازل من على المنبر وقال مكانكم، خليكم زي ما أنتوا قاعدين كده وانتظروني. وراح داخل وخارج بعد وقت كده بسيط، ورجع لهم وقال لهم أما إني غضبت غضبا شديدا لكلام أبي مسلم الخولاني، وعلمت أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وأن النار إنما تطفأ بالماء، فدخلت فاغتسلت لأطفئ غضبي ثم عدت إليكم. نعم يا أبا مسلم إن هذا المال ليس من كدي ولا من كد أبي، أيها الناس هلموا إلى عطاياكم. وراح داخل عشان يديهم العطايا بتاعتهم، ولم يغضب لنفسه أبدا، في لحظتها على طول راح مد العطايا للمسلمين. كان ليه كرامات عجيبة جدا أبو مسلم الخولاني. كان في يوم من الأيام كان هو متعود أنه لما يخش بيته يجي عند باب الدار كده ويكبر، فتكبر امرأته، فيخش جوه صحن الدار فيكبر، فترد عليه زوجته وتكبر، لحد ما يوصل لغرفة النوم ويكبر فتكبر. فجي دخل في مرة وكانت في جارة
كانت قاعدة عند زوجته وعمالة بتكلمها وبيتكلموا مع بعض ومش عارف ايه، فقالت لها ده زوجك قريب جدا من معاوية، فقولي له يجيب لكم شوية فلوس كده ويوسع عليكم مش عارف ايه. فالزوجة زوجة ابو مسلم غضبت، فلما دخل فكبر فلم ترد عليه، ودخل فرحت واخدة الحذاء بتاعه شايلاه والحلة بتاعته شايلاه ولم ترد عليه. فقال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصرها. فالجارة اللي كانت عندها ليه قومتها عليه أعمى الله بصرها، فعلمت المرأة أنها أخطأت وأن هي أذنبت في حق أبي مسلم الخولاني، فراحت تستسمحه. قالت له سيدي تبت إلى الله عز وجل، سامحني، أنا السبب في اللي حصل لزوجتك، أنا سبب القلب اللي حصل دي كلها، فادعوا الله لي أن يرد بصري. فدعا الله لها فرد الله بصرها. وفي يوم من الأيام حصل موقف إنساني جميل قوي. أبو مسلم الخولاني دخل على زوجته فبتقول له ليس عندنا دقيق، ما فيش دقيق في البيت. قال لها معك فلوس؟ قالت له معايا درهم واحد. قال لها أتيني به. خد الدرهم وراح السوق عشان يشتري دقيق، فلقى سائل فقير جدا ومسكين قوي محتاج، فألح عليه فراح مديله الدرهم، وراح واخد الشوال اللي هو كان راح يجيب فيه دقيق وراح معبيه نشارة خشب وتراب وراح قافله وراح مديلها ومش وساب البيت وقال بقى يعني اللي يحصل يحصل يعني. فلما رجع بالليل لقاها خبزاله أكله ومظبطاله الدنيا، فقال لها من أين هذا الطعام؟ الخبز ده جايبه منين؟ قالت له من الدقيق اللي أنت جبته في الشوال، يعني التراب نفسه اللي أنت كنت جبته ده ربنا يسر إنه يتحول إلى دقيق بقدرة المولى عز وجل، والله قادر على كل شيء. وتمر الأيام وأبو مسلم الخولاني مقضي حياته كلها في طاعة الله، وقضى بقيت أيامه في الجهاد، في جهاد الروم في بلاد الشام، ومات غازيا كما قال الإمام الذهبي. قال سعيد بن عبد العزيز مات أبو مسلم بأرض الروم غازيا، وكان مع بصر بن أبي أرطأة، فلما أدركه أجله قال يا بصر أريد منك أن تعقد لي على كل من مات في هذه الغزاة، فإني أرجو أن آتي بهم يوم القيامة على لوائهم. ولما وصل خبر وفاة أبي مسلم الخولاني لمعاوية بن أبي سفيان تأسف على موته وحزن، وقال إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني وكريب ابن سيف الأنصاري. حقيقة ناس بجد ما تتنسيش، رجل من كتر طاعته لله سبحانه وتعالى طوع الله له الكون كله، سبحان الله، يترمي في النار فتكون النار بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما ترمى في النار ما كانش ليه غير كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي اتظلمت واللي اتقهرت واللي اتعمل فيك وحصل لك أشياء كثير ما لكش غير ربنا، قول حسبي الله ونعم الوكيل، قرب من ربنا، طيع ربنا سبحانه وتعالى، اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكيد ربنا هينصرك. إن الله يدافع مش عن أي حد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مع تابعي آخر، نلقاكم غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.